السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعينا في صفحة الأولياء والمربين. هذه مداخلتي للأولياء بصفة خاصة والمربين المعلمين بصفة عامة طبعا ولأبنائنا الطلبة. هي مداخلة للاستعداد للدخول الموسم الاجتماعي للدخول والانطلاق في السنة الدراسية. بداية أريد أن أبدأ بمداخلة أو كلمة كمقدمة، هي أن الدراسة، ماذا نقصد بالدراسة؟ لماذا ضروري أن ينجح أبناءنا؟ ومهمتنا كأولياء ومربين، لماذا ضروري أن نساعد أبناءنا للدراسة؟ هل هذه الدراسة عبارة عن معدلات ونقاط نقيم بها درجة ذكاء أبنائنا؟ هل نحضرهم لمهنهم المستقبلية أم ماذا؟ لماذا ضروري أن ينجح أبناءنا؟ لابد أن نفهم أن هناك إطار عام، هذا الإطار وهو علاقة الولي وعلاقة المربي بالطفل. ما هو أهم هدف بالنسبة إلينا؟ ما الذي نريده وننتظره من أبنائنا والأجيال الصاعدة؟ ثم تأتي نقطة تفصيلية الدراسة. طيب، نريد أن يكون هؤلاء الأبناء مواطنين صالحين متزنين في المستقبل، وهذا الاتزان يدل على قدرتهم على تجاوز تحدياتهم بكل فعالية وبكل صلابة، عكس ما هو موجود الآن وهو منتشر الآن. الأزمة الموجودة الآن هي الهشاشة النفسية لأطفال هذا العصر وحتى لشباب هذا العصر. عكس الهشاشة النفسية هي المناعة النفسية والصلابة النفسية أو القدرة أو المرونة في تناول تحديات الحياة. إذن كخط كبير لابد أن أنتبه كمربية وكأم وكأي مربي معلم مسؤول على جماعة من الأطفال، وكل أم وأب وكمعلم لابد أن أفهم جيدا دوري الآن وكيف أساعد هذا الطفل أن ينشأ نشأة متزنة. هذه الفكرة الرئيسية. من ضمن التنشئة أريد أن ينجح في دراسته. لماذا لابد أن ينجح في دراسته؟ في الحقيقة الدراسة عند الطفل في المراحل سواء الابتدائي المتوسط الثانوي عبارة عن الجانب المهني أو عالم المستقبل للطفل، ولكنه مصغر. يتعلم الطفل مهارات الاجتماعية وتجاوز تحدياته وتعلم سلوكات جديدة. أول مرحلة يتعلمها مع الوالدين، كيف يعالج تحدياته، كيف يأخذ ما يريد بدون بكاء، بدون صراخ، بدون مثلا الاعتداء على أغراض الآخرين. ثم ينتقل إلى الروضة فتتسع الدائرة ويتعلم مهارات من أطفال الموجودين في الروضة، كيف يتعامل مع مربية هي إنسانة غريبة غير الأم التي كانت تساعده وتحاول أن ترضيه وتلبي له مطالب، أصبحت الآن مربية. طيب، بعد الروضة يتسع العالم عليه أكثر وتصبح المدرسة. في هذه المدرسة هناك أبناء وهو مطالب بالقيام بعمل معين أو المطالب أن يكون على درجة من الكفاءة من ناحية الدراسية ويقيم بناء على أدائه الدراسي، ويصبح هناك تحدي. هو مسؤول، لم تعد الحياة سهلة كما كانت في البيت، عبارة عن تحفيز تشجيع مستمر، بل هناك نقاط، هناك متابعة، هناك مراقبة. في ظل هذا التطور والنمو الاجتماعي للطفل
نحاول أن نرى هذا الطفل في كل مرة ينمو خطوة إلى الأمام وتتسع مداركه ويتعلم مهارات في التعامل مع الآخرين بطريقة سلسة، وكيف يكسب أصدقاء بطريقة جيدة، كيف يرد على اعتداءات الآخرين أو تنمر الآخرين والأطفال، وكيف يواجه المقارنة والمعدلات، وكيف يواجه أيضا تحدياته الدراسية والانضباط مع التزاماته. هذه الدراسة وهذه المراحل الدراسية عبارة عن مخبر أو تجربة مصغرة لحياته المستقبلية. ما أريده أو النقطة التي أريد أن أصل إليها أن الدراسة أو المعدل أو النجاح الدراسي هي أكثر من أن يكون عبارة عن معدل ونقطة محددة، هو ناجح في الرياضيات أو سيصبح مهندسا أو يصبح طبيب أو تصبح هذه صحفية أو إلى غير ذلك، هو أكثر من ذلك. إلى أي مدى يستطيع أن يواجه هذا الانتقال السلس من مرحلة إلى أخرى بكل جدارة وبكل اتزان، وثقته بنفسه ترتفع، وعلاقاته الصحية مع الآخرين، ويعرف كيف يمتن علاقته مع الأصدقاء، وكيف يختار الأصدقاء الأسوياء، وكيف يواجه التحديات أو ما هو مطلوب منه كواجبات ومعدلات، وعندما تكون لديه مشكلة كيف يواجهها وكيف يحل هذه المشكلة. وبالتالي عندما أتابع أبنائي في نجاحهم الدراسي أضع بين نصب عيني الهدف الرئيسي من وراء هذا، لا أدقق في النقاط والمعدلات بقدر ما أدقق هل هذا المسار وهذه الخطوات التي يقوم بها ابني ستؤدي به إلى الاتزان والنجاح مستقبلا، أم هو يتعلم سلوكات جديدة من التهرب من الفشل ومواجهة التحديات ويرمي بالمسؤولية على الآخرين والعالم الخارجي ويتنصل من ذلك أو يلعب لعبة الضحية. ثم تأتي النقطة. طيب، هذه النقطة البداية والمقدمة كنت أريد أن أركز عليها، خاصة للأولياء لا يعظمون العلامة بقدر ما ينتبهون إلى المسار الذي يأخذه هذا الطفل، هل هو مسار صحيح؟ هل هي الخطوات هذه تؤدي به إلى النجاح أم لا؟